في مشكله، مفيش تدريب لحراس المرمى خالص. حراس المرمى هي يعني لو اشتغلنا صح هيبقى احسن حراس مرمى في القاره الافريقيه، والشناوي احسن حارس برضه مرمى في القاره الافريقيه، بس عاوز يضغط على نفسه شويه كمان. بشكل عام حراس المرمى في مصر بخير، وعلى راس حراس المرمى طبعا العملاق الشناوي، معاه شباب كويسين زي مصطفى شوبير زي محمد صبحي، الشباب اللي طالعين، لكن حراس المرمى بخير جدا، والشناوي ده عملاق حراس المرمى في مصر في الوقت الحالي. ما فيش اي مشكله، بس احنا طبعا محتاجين ان احنا ندفع بمصطفى شوبير مع الشناوي في منتخب مصر. ليه ما بنعتمدش عليه؟ ما ناخدوش حارس ثالث حتى مع الشناوي، مع عامر مع ابو جبل. ابو جبل حارس كويس على فكره. بالنسبه لحراسه المرمى في مصر عندنا حراس كويسين ومميزين، وبدانا ان احنا نستخدم الناشئين وياخدوا ان هم فرص كويسه بالنسبه لهم كحراسه مرمى. انا شايف بصراحه ان الجيل اللي موجود دلوقتي، يعني خلينا نتكلم ان انا مش شايف غير الشناوي، فعشان كده انا طبعا في مشكله. قبل كده انت كنت بتلاقي ان عصام الحضري حارس اول، ابو احمد السيد حارس ثاني، قبلهم نادر السيد، قبله يعني لا كان في فتره من فترات منتخب مصر كان في ثابت البطل، وكان في احمد شوبير، وكان في احمد ناجي، وكان في حراس عمالقه كل واحد يلعب في منتخب لوحده. لا انا شايف ان في طبعا مشكله كبيره دلوقتي، بس انا شايف ان الجيل اللي صاعد كله دلوقتي لا ان شاء الله باذن الله هيبقى في طفره في حراسه المرمى في مصر. محمود جاد حارس انبي، والناس اللي طالعه مصطفى شوبير، والناس اللي طالعه في الاهلي في الناشئين. لو هنتكلم بشكل حاليا لا طبعا عندنا الصوره اسمها محمد الشناوي، يعني من احسن افضل الحراس في افريقيا، ويعني في التصنيف الاخير ماشي بشكل كويس جدا، فلا ما عندناش اي مشاكل في مركز حراسه المرمى. والله الحراسه ما فيش، يعني هم اثنين ولا ثلاثه ولا حاجه، لعيب اثنين يعني، ممكن محمد الشناوي، ابو جبل، عواد، تالي ما فيش حد تاني يعني. في امل في تقدم يعني. الشناوي حارس جامد، عندنا علي لطفي برضه حارس جامد، مصطفى شوبير مبشر جميل يعني، فالحمد لله يعني حراسة الاهلي بصفه خاصه في تقدم، وان شاء الله في احسن يعني ان شاء الله.